اللي انت بتعمله النهارده يخليني انا كمواطن مصري ويخلي الشعب المصري يبقى شايف بريطانيا ازاي؟ شايف بريطانيا انها دوله بتشتغل ضدنا. وانا بتكلم واحنا في قمه مناخ، وكان لسه ريشي سوناك لما جه عايز ياخد علاء، هو انت داخل ايه تاخد علاء اللي هو ايه يعني؟ دي دوله قانون. وطلع واحد خاين قال لك ده هياخده على الطياره، طب هو رجع خده على الطياره؟ تفتكر خده على الطياره؟ وانت مش مكسوف عن نفسك؟ وانتوا مش مكسوفين؟ هو فاكرين البلد دي شويه يعني؟ فاكرين البلد دي اعملوا؟ لا هو تعمل ده طلعت واحده ولا واحد قال لك نديكم مهله، تدي مهله لمين؟ هو انت في شادر سمك؟ انت في قاعد في شادر سمك اديك مهله اللي تتخرج وانت بتتكلم على دوله اسمها مصر. ولازم تبدا تتكلم تعرف حجم الدوله العظيمه اللي اسمها مصر. بريطانيا ضد مصر، الأستاذ أحمد موسى يرى ذلك تماما، بريطانيا العظمى تقف ضد مصر، وتصريحات سواء بوريس جونسون بالضغط على مصر للحصول على عبد الفتاح أو حتى سوناك رئيس الوزراء الحالي اعتبرها الآن أحمد موسى خصومة وعدائية، وأن بريطانيا أعلنت الحرب على مصر. ولك احنا مش في شادر سمك ولا في طابونة، بس على ما يبدو أحمد موسى بينسى وذاكرته ذاكرة السمك، طالما دخلنا في الزفارة وفي شادر السمك، طالما دخلنا بقى في رحل من التنة رحل عافنة، وطالما انت بتقول ان احنا مش في شادر سمك، طبعا مصر لم ولن تكون شادر سمك ابدا، ورحل عافنة النتنة للأسف احنا كلنا بتسكن منوفنا. انما ايه رأيك يا احمد في اللي حصل سابقا لما كان برضو في معتقلين وسجناء رأي حضرتك وموجودين، وجي ترامب قام جاي رفع سماعة تليفون وقال له عايز اي حجازي، وطلعت من سجون مصر للبيت الابيض وهي بريئة وتستحق. ايه رايك في هذا اللقاء في البيت الابيض وبنتنا الناشطه المصريه الجميله اي حجازي تم الافراج عنها وخرجت من المعتقل بتاعها رغم كل هذه الاحكام الجنائيه اللي اتقالت ورغم التزرع بان احنا دوله قانون ودوله مش عارف دستور، وخرجت اي حجازي بامان الله هي وزوجها، وايضا خرج بعدها محمد سلطان الناشط المصري الحالي قبلها عفوا، خرج عادي جدا وتضرعتم باحكام قضائيه. ايوه يا احمد احنا اقرب للطابونة، اقرب شادر السمك. لا تقول لي قانون ولا دستور، مفيش حاجه اسمها قانون يخلي 65,000 مصري يعتقلوا ومنهم اكثر من 10,000 حبس احتياطي بكل باحكام زائفه ودون محاكمه عادله على الاطلاق.